هم جيل للجنة سبقا يشرب فيها ماء غدقا والله بفضل قد رزق أمتنا شبابا قد صدقا نادى الإسلام بفتيتنا فتوكل حقا وانطلقا نادى الإسلام بفتيتنا فتوكل حقا وانطلقا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد دائما مع التطوع والشباب نجو عند الأستاذ سيد أحمد احكي لنا شوية إطلالة توعية خفيفة في الجانب القانوني بما أنك يعني ربما مختص في المجال هذا يعني لشبابنا كيفاش يأسوا جمعية بشكل قانوني سليم جدا هي الناحية القانونية هي تجد أن الجزائر ما لازالت يعني تطور في القانون خصوصا قانون الجمعيات لأنه تحوس يعني تأثر الجمعيات ما أمكن إحنا الإنسان كان عندنا قانون 90 الأول يعني كان قانون مرن شوية جاء قانون تاع 2012 وين أصبح شوية يعني إحكام على الجمعيات كان اللي يرى انه اشحال في حق الجمعيات كان اللي عندي سؤال هل القانون يخدم ام ما يخدم هنا يختلفوا كما شبكه الجمعيات الوطنيه قالت لك هذا اشحال في حق الجمعيات ما يخدمش الجمعيات واصحاب العباءة السوداء قال لك لا هذا جاء ليؤطر الجمعيات وجاء اكثر يعني نفع للجمعيات يعني العباءة السوداء هم المحامين اصحاب القانون اصحاب القانون يعني المحامين قال لك لا هو يعني تجد ان في القانون الاخير يعني تاع 2012 ان الدولة يعني اصبح للجمعيات فرض جبائي يعني جمعيات دروك يعني عندها ضريبة قدم ضريبة نعم هذا يقول لك إشحال في حق الجمعيات إلى من ناحية التأسيس هي تأسيس يعني بسيط أنك كان وثائق تروح يعني تأخذها من الجماعات المحلية الولاية أو البلدية إذا كان جمعية بلدية أو لجنة حي أما إذا كان جمعية ولائية يعني على مستوى الولاية إذا كان جمعية وطنية يعني معروف على مستوى وزارة الداخلية مجموعة يعني الأفراد اللي يكونوا متفاهمين على تحقيق هدف واحد اللي في المحليه يعني الجمعيات الولائيه يكون من 15 من 20 15 الى 10 في الجمعيات البلديه من 10 الى 8 الى 7 في الجمعيات الوطنيه يعني هناك يعني تبغي اكثر تبغي يعني مهم فوق 15 والقانون راه باين يعني تحدد الاهداف تاعك تحدد التسميه تحدد العنوان تحدد الى اخره يعني وتروح يعني تقدم الطلب تاعك وتستنى يعني الرد احنا عندنا في القانون يعني يقول لك اذا 3 شهور وما رجع لكش الرد يعني تقدر تمارس النشاط تاعك يعني يعتبر تصريح ضمني كما نقولوا حنايا فاهم يعني تقدر تزاول النشاط تاعك استاذ سيد احمد كثير من الشباب كيأسوا يعني فريق تطوعي ولا يقول لك لا احنا نقعدوا هكا تطوعي بلا اطار قانوني لانه القانون ضبطنا اكثر والاطار واش تقول لهم انت لا بالعكس القانوني ينظم انا كي نكون قانوني يعني عندي حقوق عندي واجبات حقوق يعني تجاه الاعضاء التوعي تجاه السلطات المحليه نتعامل مع المديريه نتعامل مع الاجهزه المختصه بالاهداف اللي يعني باغي نحققها اذا كنت انا في اطار شكون غادي يسمع بيا وين ما نتطب غادي نرجع صح. يعني يرجعوني صح. لكن اذا كنت قانوني ومنظم ومهيئ ومرتب غادي يكون عندي تحقيق يعني اهدافي بشكل جيد وبشكل نفعي وبشكل يعني راني عارف روحي وين راني ماشي الله يبارك فيك شكرا اخي عميل اخضر نقول لك عميل اخضر لا قال يا دايره كاين صح عميل اخضر احكي لنا كيفاش دخلت في المجال التطوعي بالمختصر يعني كيفاش حتى دخلت كيفاش لقيت روحك دائما في هذا العائد كيفاش لقيت حياتك كلها في هذا المجال هذا نعم في الحقيقه العمل التطوعي انا كانت من امنيتي في نفسي كنت نتمنى دائما يعني ندخل مثلا في حديث داخلي في نفسي لو مثلا نلقى جمعية ولا كذا ولا أفراد مثلا نعملها إذا به الحمد لله هذه الأمنية يعني تحققت لي بسبب من الأسباب يعني ودخلت يعني منذ سنة 2012 تقريبا ولا دخلت مع جمعية وبديت نزاول معهم العمل وبدأ أكثر هذا العمل اللي يعني يدخل في قلبي أكثر وبديت نحبه أكثر وهذه الجمعية مثلا كاين كما كان الأخ أستاذ سيد أحمد يتكلم يعني الجمعيات مثلا في الغرب تجدها مثلا تعمل عمل مؤسسي
يعني مابقاش مثلا الجمعيه مثلا افراد معينين ويروحوا ويجيبوا وحدهم بدون قانون مثلا مؤسسه. مثلا الجمعيه اللي يعني نمارس فيها النشاط تاعي يعني الحمد لله يعني تقريبا العمل تاعها مؤسسي، يعني تجدها مثلا مثل مؤسسه يعني تفتح يعني العام كامل، مش مثلا غير في مناسبات قال مثلا في رمضان او مناسبه الاعياد او عمل كما مؤسسه عندها استقبال يوميا، ومثلا تجد عندها عدد سكرتار من حالة تستقبلها عندها عائلات منظمه كذا، وهذوك العائلات يعني لما تعمل العمل المؤسسي تجد هذوك العائلات يعني يحسوا روحهم كانهم في عائله، يعني راهم الجمعيه هي العائله تاعهم، وحتى هم سبحان الله مثلا عائلتي يجوا عندنا ونستقبلهم يوما يقول لك احنا ما عندنا وين نروحوا، هذه هي هذا هو الكفيل تاعنا، يعني الجمعيه يحتاجوا اي حاجه يجي يسقسي. وكما كنت تقول الاخ محمد الاثر النفسي تجدوه عندما مثلا تستقبل العائلات تجي مثلا تشتكي لك يعني كاع الحياه تاعها، قال مثلا ولدي كذا صرا له، قال كذا كذا، وانت راك تسمع ومثلا ومش مثلا كل الوقت غادي تجد يعني تعطي لها ما احيانا تقولها غير كلمه طيبه صح يعني تواسيها كذا ولا تدلها على مكان معين، قال مثلا روحي الجمعه الفلانيه، روحي مثلا كذا الفلاني، كي تروح تحس هذيك الوجه تاعها الانسان، هذيك الوجه تاعها، هذا هو العمل. يعني احنا نحن بحاجه الان الى ان ننتقل الى العمل المؤسساتي في الجمعيه. ما لكش تبقى هذيك العفويه وهذيك كما نقول العلاقيه تاع ابن عمي وتاع تاع بيناتنا ضروري شي ضروري بيناتنا تاع البرنامج أكيد. فالأمر لازم أن يكون مؤسسا. لازم نعم لازم أن يكون مؤسسا. بارك الله فيك عمي. نقدر نرجع عند خويا حمادة. خويا حمادة معروف بأن الدولة عندها وزارة اسمها وزارة التضامن، لكن إلى حد ما هل الجمعيات الخيرية راهي تقوم بعمل الدولة؟ شوف سي محمد نقول لك واحد الحاجة. أقوى الجمعيات في أوروبا واش هي؟ أقوى الجمعيات في أوروبا هي الجمعيات اللي تلم دراهم على الناس وتعاون الجمعيات. هذه جمعية كبيرة، هذه جمعية شدير تروح عند الناس أصحاب الأرباب الأموال تلايم عليهم دراهم، كي تلايم مكتوب من المال تتصل بالجمعيات تدير معاهم رينيو تقول لهم تشوف تقترح تشوف أقوى مشروع خيري وتدعمه. لحد ما هذا يعني في إطار مؤسسات، لحد ما ربما خصك شوية تفهمني يعني العمل الجمعيات في إطارها التضامن إلى حد ما يتغطي أفق صح؟ هذا الأفق من المفروض أنه تغطيه وزارة. أنا عندنا وزارة اسمها وزارة التضامن. جميل. وعندها وزير. فهذه الوزارة كلها وهذا ألا ينبغي أن يكون فيه تعاون من بين وزارة التضامن وما بين هذه الجمعيات؟ صح. جميل. تعاون ما بين وزارة التضامن لهذه الجمعيات. جميل. بما أن الجمعية ترى تقوم بعمل هذه الوزارة. شوف كاين بعض الأمور في الدولة معجوز عنها غير ممكن أن الدولة تحققها، راك فاهمني؟ لابد ان افراد المجتمع هم اللي يتكفلوا بها وهم اللي يتعاونوا فيها، فهمني؟ عندها هي تدير جزء من المهام والجمعيه تدير جزء من المهام، انت تحكي لها على التعاون بيناتهم؟ عيط لهم وشوف انا خاطين. هذا السؤال هذا اللي كنطرحوا عليهم. ممتاز. هذا هو. الى حد ما يعني وظيفه الجمعيه هي عمل تضامني. واه. والتضامن الدوله اللي مخصصت له وزاره. فما هو التعاون بيناتهم؟ هو هذا هو اللي لابد ان نديروا ربط بيناتهم، مش عارف بالك الاستاذ سيد احمد هو اللي عنده جواب على هذا. هي اسمح لي إذا لا اذا يسمح لي اخي استاذ محمد. وزاره التضامن ما تقدرش تؤدي الدور تاعها يعني بصفه كامله اذا لم تستعين بالجمعيات. وهي تستعين لانها بدون جمعيات ما تقدرش تؤدي الدور تاعها. هي احنا درنا شعال من ايام دراسيه تحت اشراف وزاره التضامن وين كانت تحسس الجمعيات بالدور تاعهم الى اخره، وتجدها في رمضان يعني تجمع الجمعيات على مستوى الفروع المديريات تاعها يعني لاداس كما نقولوا احنا مديريات النشاط الاجتماعي، وين تجمع الجمعيات وتحاول يعني تنظم عمليات التضامن في المناسبات يعني بالتنسيق مع الجمعيات، لان وزاره التضامن بدون الجمعيات لا تؤدي الدور تاعها كامل. سبحان الله.
نتمنى لهم التوفيق في وزارة القضاء وفي الجمعية إن شاء الله. أنا قاعد في المجتمع إن شاء الله. أستاذ سيد أحمد هو المستخص في هذا المنتج عندي أنا. اسمع لي نقطة أخيرة، هل العمل التطوعي هذا الشباب راهم يقوموا فيه بوعي أم سؤال شباب بزاف أم عاطفي؟ ذكي بزاف وتعرف تطرح أسئلة غير الشاب الله يبارك. شوف نقول لك حاجة باختصار شديد جدا، باختصار لأن الوقت راه يدهم. عندها أسبوع دخلت للسجن درنا محاضرة. صح خلي السجن خلي السجن درنا محاضره في دخلت السجن. صاحبي عرضني فطور الجمعه قالها ما قالها حماده كان في الحبس ابويا. المهم ما امنتش منها بعد قاعد يقنع فيها قلت له شحال ضرب؟ قال هضرب ساعه. كي دخلنا درنا محاضره تكلموا الاشخاص اللي كانوا معايا، بعد انا هضرت معاهم قلت لهم جماعه قلت لهم كما هو معلوم ان الناس في رمضان يديروا وقفه رمضان، قلت لهم فيها الزيت فيها الديول فيها فارينه فيها كذا فيها كذا، قلت لهم انا اليوم راني جايب معايا قفه فيها فكر وايمان، احنا خاصنا قبل ما نغضوا البطون نغضوا العقول، فاذا تغدت العقول تغدى البطون عن وعي. ممتاز. واللي رانا حابين نقولوه للجمهور في الاخير، ينبغي ان يكون التطوع عندنا تطوع دائم بوعي. صح. مش بعاطفه. صح. العاطفه عندها مده وجيزه. جميل. وتنقضي، ولكن كي يكون الوعي ويكون العمل التطوعي منطلق من الداخل راح يستمر وراح يكون عباره عن مؤسسات وعن منابع للخير مستمره. مشاهدينا الكرام نلقاكم في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مع ضيف جديد في فقرة ماذا لو. ماذا لو سنسبح فيها خيالا في حياة ومواقف للحبيب بن سلامة، فمرحبا به. مرحبا. شكرا استاذ. الله يبارك فيك. شكرا. راك مستعد ان شاء الله ولا لا؟ ان شاء الله على بركة الله. الخيال شوية صعيب. صعيب. ومرة يديك لواحد المواقف شوية صعيبة. ان شاء الله ما تحطناش في المواقف الصعبة. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اول سؤال لك يا الحبيب يقول ماذا لو كنت رئيسا لجمهورية؟ كبرت سي محمد. ماذا لو كنت رئيسا للجمهورية؟ وشنو هو اول قرار؟ اول حاجة هو خطر بي فكرة شوية صعيبة انك تكون رئيس الجمهورية، يا اول قرار ممكن تدي ارجاع قيمة الأمة هذه ولا قيمة التعليم في الوطن. أهم حاجة. أهم حاجة هي التربية. التربية والتعليم. أهم شيء هو التعليم. ارجاع قيمة التعليم لبلدنا هذا. صح ممتاز. كملنا مع التربية. إيه. راح نمشيو الآن الأمر آخر. نعم. ماذا لو أنك تستطيع تغيير بعض الأحداث في حياتك؟ وش تغير؟ حدث معين حاب تبدله، حاب تغيره. وين هو الحدث اللي ماذا بيك زعما لو كنت تقدر تبدله تبدله؟ والحمد لله ولا اعتراض على قضاء الله، هذا كله من قضاء الله تاعنا، ولكن لو حدث او رجع بنا الزمن ممكن اول شيء واحد يديره انه يدخل في مدرسه قرانيه لتحفيظ القران ويتعلم كتاب الله عز وجل منذ الصغر. يعني اهم شيء هذه. اهم شيء هذه. اهم حاجه. اهم حاجه حتى تختم كتاب الله ان شاء الله. لو امكن. يعني لو امكن. ماذا لو أمكنك أن تغير اسمك؟ ما الاسم الذي ستختار؟ أول شيء أنا معتز بالاسم تاعي لأنه الحبيب. ما شاء الله. وإذا كان بد أن نغير الاسم تاعي فلا يوجد أفضل من اسم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. يعني ستختار اسم الحبيب؟ نعم. رغم أن اسمك حبيب؟ نعم. الله يبارك فيك. ماذا لو أن العالم كله، كاع العالم، كاع الكرة الأرضية راهي تسمع فيك الآن وتحتاج منك تسمع منك يعني كلمة بسيطة، وش راح تقول؟ والله هنايا أنا يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ على الدين هذا تاعنا، لأنه ممكن الدين تاعنا الغرب ما قراش الدين تاعنا والإسلام تاعنا ولا روجوا له وسوقوا له الإسلام تاعنا ورهبوا أن الإرهاب وشيء من هذا القبيل. لو تكون عندنا الاخر العالم كله يستمع انه يرجع يقرا الاسلام ويقرا القران تاعنا ويقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الان العالم كله سمع. الحمد لله. العالم الان راه في راح ينتهي. نعم. وانت الان راه عندك سفينه اسمها سفينه نوح. ايه. مسموح لك بثلاث اشخاص برك يركبوا معك. ايه. شكون هما هذو ثلاث اشخاص؟ اللي راهم حيين دروك ولا اللي ماتوا؟ حيين ميتين، المهم عندك ثلاث اشخاص تقدر ترفدهم معك في السفينه. شكون هما هذ ثلاث اشخاص؟ اول شخصين هما الوالدين. الوالدين الاب والام. أها. لانهم ما يتكرروش. اها. والشخص الثالث هذا هو اللي يهمني. الشخص الثالث هو الزوجه الكريمه. الزوجه. الزوجه.
لأن الأولاد الآخر كل شيء عوض. راك تشوفي يا الزوجة راك الثالثة سيدي، راه عندك مكان يا سيدي. نمشيو للسؤال اللي بعده. سؤال شوية خطير هذا. راك مستعد شوية؟ شوفوا. ماذا لو أنك دخلت السجن؟ خلاص. راك في السجن. ماذا ستصنع؟ كيفاش راح تتعامل مع الحدث هذا؟ والله هذه مصيبة، ولكن إذا لم يكن إذا كانت مضطر إليها أو كان بسبب أن علماء كثر دخلوا السجن، ولكن كانوا دعاة الله عز وجل في السجون، لأن أغلب رواد السجون ممكن من الناس المنحرفين أو من هذا القبيل، ممكن أن تكون جانب تماما أنك للدعوة أو أن تحفظ كتاب الله اللي ضيعته في الصغر، تكون فرصة لك. ربما تكون فرصة. صح. فرصة نعم. صح صح صح. صح. ماذا لو بين يديك مليار صوت؟ دخلناك للحبس. نعم. هذا صحيح كرموك الله فيك شوية. ندوك نعطيك مليار إن شاء الله. هاي. الحمد لله. السيارة متوفرة. أيوة. نبدو السكن. الأرضية كاينة نبنو السكن. وفي مشروع لجمعية خيرية أو لمن هذا القبيل، فكرة أن مدرسة قرآنية في السكن ممكن تكون هذا الهدف تاعها، تكون في سبل الخير هذه. ما شاء الله الله يوفقك. آمين إن شاء الله. آمين. إن شاء الله ربي يجيب لك الملايير ماشي مليار. إن شاء الله إن شاء الله. يعني ماذا مليار ماهوش حاجة عزيزة على الله. خزائن الله لا تنفذ. الحمد لله ملأة. ما دام راهي نيتك بأنك تبني مدرسة ربي إن شاء الله يكرمك. إن شاء الله إن شاء الله. بإذن الله يا رب. إن شاء الله. ماذا لو لم تكن أنت؟ من ستكون؟ شكون هو الشخص اللي تحب تكون؟ مصطفى طلبة. مصطفى طلبة. اسمع هذا رحتي يعني. مصطفى طلبة. مصطفى طلبة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللي فات معنا في البرنامج. نعم قائد وقدوة. ما شاء الله اللهم بارك. نعم كنا نتحدث عن القدوة هو قدوة. ما شاء الله. في الأخلاق وفي التربية وفي المعاملات ما شاء الله. اللهم بارك. السؤال الأخير. هو سؤال القلب وسؤال الوجدان وسؤال العاطفة. ماذا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك؟ وش رأيك؟ شوية صعبة هذه إذا أنك تستحضر حضور النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتقت إلى أحبابي، فقال لهم ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصدقائي، ولكن أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. حب النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ولم يرانا، فما بالك نحن في شوق إليه، في شوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو النبي صلى الله عليه وسلم معنا نقول له اديني معاك. هذه أهم. الله يبلغنا. آمين إن شاء الله. مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الشرب يعني الشرب من حول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. الجلوس بين يديه في الفردوس الأعلى إن شاء الله. الله أن نكون من هؤلاء. آمين إن شاء الله. شاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى فقرة ماذا لو التي كانت خفيفة ظريفة مع أخونا الحبيب بن سلامة. شكرا شكرا. نلتقي بكم مع ضيف آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد. نستكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور مختار حمحامي، وندخل معك دكتورنا في يعني المرحلة العلمية يعني بداية. يعني أنا اللي أعرف بأنك غيرت، يعني كنت تدرس علوم دقيقة وغيرت إلى العلوم شرعية، فكيف كان هذا؟ قلت لك يعني في البداية كان تعليمي يعني الرسمي إن صح التعبير الأكاديمي هو توجه علمي. علمي في الثانوي كنت علوما وكنت أحب ولازلت أحب هذه العلوم التجريبية من مواد رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم طبيعية وغير ذلك. هذا لا يعني لما كنا أميل إلى الدراسات الأدبية، ولكن كنت أميل إلى هذا كثيرا جدا أكثر من المواد الاجتماعية والأدبية. وبالتالي لما التحقت بالجامعة سنة 80 كان الاختيار والتسجيل في كلية العلوم الدقيقة، كلية العلوم في جامعة وهران، وزاولت سنتين الأوليتين في العلوم الدقيقة. يعني في هذه السنة في سنوات 84 83 كانت لي يعني محاولة للسفر إلى بلاد الحجاز، لأن كانت فيه حركة نشطة للالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحتى بمكة. أقراني كثر ممن ذهبوا إلى هناك ثم عادوا الآن موجودون يعني بدراسات شرعية. كانت هذه رغبة
وحاولت ان التحق ولكن الظروف لم تسعفني، وشاء الله سبحانه وتعالى والحمد لله فتحت الدراسات الإسلامية في الجزائر وفي الجزائر العاصمة ثم قسنطينة ثم وهران. إذا لما فتح هذا التخصص في جامعة وهران علوم إسلامية كان الدافع قوي والجاذب يعني نازع إلى ذلك، لا يستطع يعني لم أكن مستطيعا أو قادرا على إبعاده عن ذهني. فورا توقفت وقدمت ملف التحويل من الدراسات العلمية الدقيقة رياضيات وفيزياء وكيمياء إلى الدراسات الإسلامية. وأذكر أن أول شخصية إسلامية وجدتها تتلقى الطلبة وتمتحنهم في الامتحان الأولي كانت مقابلة شفوية للقبول هو شيخنا، وكنت أعرفه خارج الجامعة، ولكن أتكلم عن الجامعة، هو شيخنا وأستاذنا طالب عبد الرحمن رحمه الله تعالى، حيث أجرى لنا الامتحان الشفوي وقبلنا والحمد لله، وصلنا طلبة في يعني بما يسمى العلوم الإسلامية ثم يعني في الرسميات والمعهد الوطني العالي للحضارة الإسلامية. أحداث الصحوة يعني زمن الصحوة، كنت أنت يعني طالب في مستوى ماذا؟ كنت في الصحوة يعني كنقولوا الصحوة الإسلامية والنشاط الخارج التقليدي، لأن في النشاط الإسلامي فيه نهجان، نهج تقليدي ونهج بالنسبة إلينا جديد، نكهة جديدة. النهج التقليدي فيه المشايخ القرآن الكريم وتعليم الفقه واللغة العربية بالمتون، يعني كان فيه جملة من المشايخ قد يعني قد كانوا يقومون بذلك النشاط. أذكر منهم شيخ هني معمر هني، شيخ لطرش، شيخ حميد الهتاك، هذا كان رجلا يعني بسيطا، وهو من طلبة الشيخ مهاجي رحمة الله عليهم جميعا، كان له يعني وجود في تدريس اللغة العربية في حلقات خاصة ليس للعموم، والفقه الإسلامي لجملة من الأساتذة وطلبة القرآن في صباحا أو طلبة العلم صباحا وغيرها. كان هناك الشيخ يعني الشيخ بوجلال عبد القادر بوجلال بحي بدر، كان هناك الشيخ يعني المهم مشايخ عدة كانوا في وهران، وكانت أبناء المسلمين يذهبون إليهم، ربما واحد ينتقل بين شيخين أو ثلاث وواحد يلتزم شيخا واحدا. هذه الجانب التقليدي. هناك جانب آخر هو جاءنا عن طريق التأثر بالحراك الإسلامي إن صح التعبير في مصر بالضبط، في مصر. فكان للشباب دور خاص مشكل مؤطر في إطار يعني ليس رسميا ولكن مؤطر في أبناء الحي بما يسمى الجماعة الحي إن صح التعبير، هذا اسم غير رسمي لكن هكا عفويا، يعني قالوا احنا الجماعة وجينا من الجماعة وجماعة رام جايين وغير ذلك، ثم صار اسم الإخوة هو العنوان لهذا، هو غير رسمي وليس مؤطرا لتنظيم معين، ولكن هكذا كما اسم الخاوة عند المجاهدين ذكري ربما، ولكن المجاهدون كانوا مؤطرين في تنظيم معين للجهاد وغير ذلك، ولكن العمل الإسلامي في المساجد لم يكن مؤطرا بهذه، فقط هو ارتجال. ربما تجد شابا كبيرا ربما جامعيا يوجه ثانويين وغير ذلك، ربما عامل ولكن مثقف وله وغير ذلك، هكذا جاءت، ليس لها تنظيم معين، ارتجالية يعني وعلاقات إيمانية وأخوة هكذا. يعني هذه الشطر كان له نشاطه وحلقاته مخيماته رياضته وهكذا، يعني كان عندهم حلقات في السيرة والقرآن والتفسير والفقه، ربما يعني لم يكن مؤطرا تأطيرا علميا صحيح، ربما كان يحمل كثير من الأخطاء لا شك في ذلك، لكن هكذا تأطر في قراءة المطالعة كتب الإسلامية. كانت يعني كان المعرض الكتب السنوي كان رافدا هاما للكتاب الإسلامي، كان الملتقيات الفكر السلبية أيضا رافضة هام
التقاء ربما ببعض الشخصيات التي صار لها وجود في الفكر العالمي الإسلامي العالمي، الشيخ الغزالي، الشيخ القرضاوي، عبد المجيد النجار وغير ذلك، يعني الأستاذ عويس وغيرهم كان لهم يعني وجود عن طريق هذه القنوات، فتأثرت بها الصحوة الإسلامية. كتابات سيد قطب كلها، محمد قطب، كتابات المعروفة المؤطرة للفكر، سواء الفكر الإخواني أو الفكر غيره، يعني وافد هذا كان له أثر. إذن من خلال هذين الاتجاهين كان يعني كنا نتغدى على الفكر الأصيل، الفكر الإسلامي. أكيد أنه كان يحتاج إلى توجيه وتنظيم وجهود، ولكن هكذا. ثم يعني التعليم الرسمي الذي كان رسميا في التربية الإسلامية، وللحديث فقط نحن الجيل كتب أبناء اللغة العربية والتربية الإسلامية لعبد الرحمن رحمه الله، شيخنا عبد الرحمن يعني كان في ذلك الوقت مفتشا عاليا قبل أن يصير وزيرا للشؤون التربية، كان مفتش في وزارة التربية، كان مسؤولا على هذا التخصص اللغة العربية، ولذلك فكتب مؤلفا. فكنا نحن أبناء تلك الكتب التي أطرها وألفها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، الذي صار رئيس جمعية العلماء بعد وفاة الشيخ حماني رحمة الله عليه جميعا. شيخ دكتورنا دكتور مختار، يعني كيفاش كانت الحياة العلمية؟ كيفاش اختاريت المسلك العلمي واختاريت أنك تدير ماجستير ومن بعد دكتوراه ومن بعد؟ دراستي كانت بشغف الدراسات الإسلامية. قلت لم أملك من أمري شيء أتوقف عن يعني هذا الهاجس الدراسات الإسلامية، بل تركت سنوات التخصص الذي أيضا وكان تخصصا محبوبا لدي، ولكن ليس مثل الدراسات الإسلامية. بفعل أننا نعيش الحراك الإسلامي والفكر الإسلامي بكل أطيافه، تستطيع أن تقول بكل أطيافه، كنا نعيشها يوميا في كل مراحل الحياة، في الشارع، في المسجد، في كل ما نعيشه، وحتى الصراع الذي كان ربما يصل إلى عنيفا في بعض المراحل مع التيارات اليسارية التي كانت في وهران يعني وكانت في الجزائر. فتوجهنا للدراسة الإسلامية كان عن حب، وبالتالي من أول مرحلة لم يكن توجيها من قبل يعني المسؤولين الجامعيين، لكن كان إقبالا. فكانت يعني كان هدفنا أن نصير علماء، نصير مفكرين، نصير ما مثل هؤلاء العلماء الذين يكتبون، ونلتقيهم في الملتقيات ونجتمع معهم في المحاضرات، كنا نحاورهم، ربما نقص عليهم في محاوراتنا، نحن شباب لا ندري ذلك، ربما أسأنا كثيرا في معاملتنا لهم، ولكن كنا نفعل ذلك بحب للإسلام، ولكي نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، إلى الحياة الإسلامية، الاستئناف الواقع الإسلامي. كنا نرى يعني سقوط الخلافة العثمانية هو اندحار للإسلام، ولابد من الاستئناف الوجود الإسلامي. دكتورنا وهكذا. دكتورنا الوقت ربما يداهينا، وأنا عندي سؤال مهم جدا. نعم. لأعرف بأنه في مرحلة من مراحل حياتك فكرت أنك تنشئ مركز بحث، ولا زال وخاطرت حتى أنك بعد سيارتك وكذا، يعني حاجة كما هكا لبناء مقرات، حاجة مهم. أنا أريد أن نتكلم عن الدراسة التخصصية، لأن كل متكامل، أنا لا أراه أجزاء متناثرة، لكن هذه أحداث صنعت شخصية ولا زالت تصنع. أن يعني البحث الأكاديمي العلمي الآن كنقولوا الواعي الذي يريد يعرف ما يريد، وربما هو عاجز عن تحقيق ما يريد، فكانت الدراسة يعني العليا، ماجستير ثم الدكتوراه ثم الوجود في الجامعة، هو مسار هادف إلى إعادة صناعة العقل المسلم، إلى تفادي الأخطاء التي ربما وقع فيها جيلنا، ولا زالت هذه الأخطاء واقعة وللأسف. إذن لابد من صناعة الفكر وإعادة صياغته صياغة تستطيع قادرة على أن تحدث النقلة، لا أن تكون فوضوية تهدر الجهود وربما حتى تشتت الموجود المجتمع المتجمع من الطاقة البشرية، من شباب وغيرته البشرية. إذن لابد من إيجاد دراسات هادفة هادئة
مبنية على وعي وواقع حقيقي لكي تؤطر البناء الإسلامي وتستطيع قادرة على أن تجابه الوافد الاستثماري بالفكر الفرنسي والليبراليات والحداثة وما يدرس في الجامعة. نحن مثلا في بعض المعاهد تحمل أسماء العربية كالأدب العربي وهم لا يدرسون الأدب العربي بل يدرسون الأدب الأوروبي الفلسفات الأوروبية بل لا يعرفون حتى الأدب والفلسفات الإسلامية إلا عناوين معينة. بالتالي لابد من الصحوة الإسلامية أو لأبناء الإسلام كل في مكانه وكل في زاويته وعلى قدر ما يملك من جهد أن يسعى لإيجاد الجو يعني المناسب لإنشاء عقل مسلم يعني مؤسس عن يعني من خلال الهوية الإسلامية القرآن والسنة والثقافة الإسلامية بصفة عامة لكن ينظر إلى مستقبله لكي يعالج واقعه فهو يستشرف المستقبل ويتعامل مع واقعه بخلفيتين يعني ذاكرة الأمة ولا يتنصل عنها ولا يكون حقا لانتماءاته. فإن الحضارة الغربية مهما أحسنت إليها لا تراك إلا عاقا لوجودك بالتالي أنت لا تستطيع أن تكون إلا تابعا لهم عبدا معيدا مكررا لأفكارهم لا يمكن أن تنتج شيئا من خلالهم. دكتورنا مختار الحوار شيق ولكن الوقت يداهمنا. مشاهدينا الكرام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى أن نلقاكم في تجربة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن دائما على الشاطئ معنا مجموعة من الأبطال هادو اللي كتشوفوا فيهم هادو رجال هادو ماهمش أطفال هادو رجال اللي راهم قاعدين يسهروا على توفير كل ما يحتاجوه الشاطئ. نتعرفوا على أول رجل ما شاء الله مرحبا به عرفنا عليك. بوسيدة محمد. بوسيدة محمد أنت وين تدرس؟ بريمير. بريمير سنة أولى يعني متوسط. وشحال كان التحصيل تاعك دراسة؟ 9. 9 يعني تنتقل ولا لا؟ ماشي ماكش عارف. اذا بوسيده انت الان رانا نشوف بلي راه عندك مجموعه من المنتوجات اللي قاعد تعرض فيها. انت هذه المنتوجات يعني من خلال بيعها الاموال هذه واش دير بها؟ نعطيها لمو بابا. يعني تعاون والديك؟ واه. وكيفاش يعني كيما نقولوا احنا كاين جزء منها يعود لك ولا لا؟ واه كاين اللي يرجعوا لي. كاين اللي يرجعوا لك. انت الاطفال اللي راهم في سنك نورمالمون المفروض راهم قاعدين يلعبوا وكذا وكذا، انت على ما تروحش تلعب؟ هاي بي نخدم واه. انتك بي تخدم؟ انتك مقتنع بهذا الشيء؟ واه. ويعني ما عندكش مشكل؟ نعم واه. يعني هذه موعدتك يعني انت راك مستمتع بهذا الشيء؟ نعم الى حد ما. ولهذو اللي راهم معاك شكون؟ عرفنا عليهم. هذا بوسيلة ابراهيم وهذا فيصل. لاقبوا هذو جوارينك تعرفهم؟ تسمى انتم دائما تمشوا مع بعض وتبيعوا مع بعض. ممتاز. يعني وشنو هي المنتجات اللي وشنو هي السلع اللي عندكم كاع؟ عندنا برينو كوجاك شيواوا صحه قفرات صحه والمحاجب والمحاجب. المحاجب شكون اللي تصنعهم لك؟ ما اختي تصنعهم لك. امك واختك؟ اه. ويعني كاين تعاون بيناتكم في البيت هكا وكذا؟ واك. انت هذا الشيء راك مستمتع به وعايش به غايه؟ اه. وهذو هنا اخوتك قاع كلهم ولا جوارينك؟ هذا خويا وهذا جواريني. هذو جوارينك. نتعرفوا على الاخ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش دير ولدي؟ نعاون والديا. وانت فاش تدرس يعني واه المستوى الدراسي اللي تدرس؟ ثانيه. وراك معول ان شاء الله تكمل دراستك؟ نعم. واش راك تبيع لنا هنايا؟ القاطو والمحاجب والشيواوا والكوجاك. السله هذه انت تعمرها ولا شكون اللي يعمرها؟ اختي وامي. هما يزوقوها لك؟ نعم. ايه ما شاء الله. وراك يعني كاين عندي يتحقق شويه ربح ولا والو؟ شويه. كاين شويه فايده؟ نعم. وتعوم شويه ولا والو؟ خطرات. خطرات. تعرف تعوم؟ نعم. بزاف ولا شويه؟ شويه. يعني نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ولكن احنا نقول لك حاجه، احنا ماذا بينا لو كنت تدرس. احنا ماذا بينا انتم كاع كيما راكم لو كان يعني تركزوا على الدراسه، لانه الدراسه هي كل شيء. يعني هذا الارباح ارباح يعني ظرفيه، تعاونكم ضروك، بصح الدراسه تعاونكم في حياتكم كلها. صاي ولادي؟
الصح هو الدراسه. نعم. هذا شيء ثانوي معليش، لانه ربما الظروف خلاتكم تديروا هذا الشيء، نحن نتمنى لكم ربي يعاونكم وربي يقدركم، ولكن الدراسه هي الصح يا ولادي، متفاهمين؟ العام الجاي ان شاء الله تعاود يعني توعدني انك تزير روحك في الدراسه. نعم. ايوا نتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، هذه هي اجواء البحر اللي قاعدين نعيشوا فيها، هذا نموذج من مجتمعنا، وهذو هما اطفالنا واش راهم قاعدين يعيشوا. نتمنى لهم دائما ان شاء الله ربي يكون معاهم وربي يعاونهم. والصح يا اولادي هي الدراسه، فركزوا على الدراسه وانجحوا في دراستكم باش تضمنوا المستقبل. نتمنى لكم التوفيق والله يهنيكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيل للجنة سبق يشرب فيها ماء غدق، والله بفضل قد رزق أمتنا شبابا قد صدق. نادى الإسلام بفتيتنا فتوكل حقا وانطلق، نادى الإسلام بفتيتنا فتوكل حقا وانطلق.